محمود رضا كابتن رضا خلينا بس نتكلم على التشكيله والشكل التكتيكي النهارده اللي اشتغل بيه النهارده كولر علشان يطلع بأفضل النتائج في مباراه زي كده. من وجهه نظرك النهارده ايه الشغل اللي اشتغل بيه من خلال التشكيله دي؟ هو طبعا رايح كسبان 2-0 عارف ان الفرقه اللي قدامه ما تخوفش قوي فانا اتعلم من مباراه صن فرايح يأمن ما يخشش فيا هدف في أول ربع ثلث ساعة تمام أو عموما الشوط الأولاني مم يعني بس هي أول ربع ساعة عشان ما تعملش هزة للفرقة طيب فعمل التشكيل ده وأنا معاه واخد بالك آه أول ربع ساعة عدت يعني كلنا كل الحاجات منوشات يمكن كان أخطر حاجة في الـ في, الـ في في الشوط ده كرة مروان عطية اللي حطها وطلعت من فوق القارة لا بس كان عامل ماتش هايل صراحه مين مروان جدا انا بشوف ان هو يعني, جداً. إيه يعني رمانه ميزان نص الملعب يعني طلع النبي اقعد ساكت بس كبتلي. خلينا بس خلينا مجهود رائع بيجري خلينا نتكلم كويس يا عم سيب ده النهارده كله اه. الكور الراجل قاعد اهو كل الكور اللي جات له ثمان كور مثلا اثنين اللي صح والسته غلط افساد الهجمات كان عامل ازاي فيها؟ انا مالي ماليش دي ماليش دعوه ما هو طبيعي انت نازل بتلعب بثلاث انذارات لازم الثلاثة يفتح انا عايزه ب... بتسكت ليه يا كابتن ابو الدهب ما خليني لا ما خلينا اقول لك احنا بنتفرج على كوره فاروق أه. نص الملعب لعيب نص الملعب المفروض ما بيغلطش متفق يعني مع كابتن ابو خلي بالك لا في, في كان في ميز باص كتير النهارده مش بقولك ان الصفقه فاشله او لعيب وحش لكن في حاجه انت النهارده لعيب نص الملعب لما يمسك الكوره بيسلمها صح الحاجه الثانيه خلي بالك هو لعيب كويس وعلى فكره وكنت بتفرج عليه في الاتحاد كان بيادي بشكل كبير جدا في الاتحاد وبشكل كويس لكن انت هنا الراجل ملتزم بحاجه فاروق يمكن توظيفه هنا في النادي الاهلي ممكن يكون من وجهه نظر الراجل صح ان هو بيلعب قلب الملعب ان هو عنده سرعه بيقطع كويس آه. بيسلم كويس ممكن يكون كمان اللي حواليه ما بيساعدوش خلي بالك النهارده ديانج برده ما كانش في حالته عشان تبقى فاهم. لا بس خلي بالك بس ديانج النهارده في الضغط لكن كان بيقطع لا في الضغط على لعيبة نص الملعب في كابتن اكتر واحد بيجري هو حمدي فتحي خلي بالك الراجل كان إد بس احنا بنتكلم على ايه اكتر واحد كله بيديله كوره وبيسلمه كان هو مروان فالمفروض ان انت لما لعيبتك تثق فيك يبقى انت الباص بتاعك يطلع بحساب انت نفسك تتفرج على مروان تشوفه زي ما كان في الاتحاد بس كان بيقدم بشكل كويس لكن الاهلي اللي فاتت دي حق. لا هو مش وحش يعني بايس. انت ما بتتكلمش عليه ان انت بتقول سيء لكن في ماتشات يا فاروق بتبقى العين عليك, أوه. لان انت مروان العين عليك ايوه يا كابتن هو دوره موجود فين في الملعب دوره عشان دوره ده زي حسام غالي بيلعب كام ولا هو استنى بس هو دلوقتي اللي بيلعب جنبه ديانج او حمدي فتحي او السولية مين اللي المفروض فيهم اللي كورته عاليه؟ مروان مروان ده ده بحكم بقى ان انت أيه هو البوزيشن بتاعه فين يا كابتن موجود ما فين ماليش دعوه حتى هو اللي موجود في النص متاخر حتى لو بيلعب على يمينه أيوه. على وعلى يعني اليمين يعني وشماله حمدي فتحي لما الكوره تجيلك بقى اتصرف فيها صح تطلع بس لقدام انما بتتصرف فيها صح لما بتحطها لي ورا او بالعرض مم. انا مش عايز دي انت كنت في الاتحاد بتمسك كوره وتبص وتعمل كده وتعمل كده وبعد كده تعمل كده انا عايزك كده لانك انت الوحيد اللي في الثلاثه اللي مفروض كورتك عالية وانا النهارده مهم ان انا كنت انا يبقى عندي عايز واحد معلم بقى عايز يعني انا انا النهارده كنت عايز مروان يبقى كورته عاليه ولا يبقى عنده قتال لا يا حبيبي في اتنين في كورة فيه اسمع ويفسط بس الهجمات لا, لا 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 اسمعني بس ما انت آه. بتلعب بالتلاته دول آه. صح؟ تمام طب بس انا عايز واحد بقى لما نمسك كوره يقدر يمسكني كوره ويديني الحته ان انا آه. اعرف ابصها صح عشان واحد يروح صح اخطف جول صح ولا غلط ولا تقعد تفسد تقطع الكرة وتديها لهم تقطع الكرة وتديها هو ده اللي تبقى الميزه وتقول لي ده عامل ماتش كويس ماشي يعني في واحد ايه هو مسك الكوره قام جاي عاملها غلط واحنا قاعدين صح فقلت له بص عشان تبقى يا ابو الذهب المهم ايه هو قام جاي قاطعها وبعد كده بصها اتقطعت يعني انت بقى نازل تقطع وتدي لهم كوره وتقطعها تاني هي دي الميزه دي بس خلي بالك ممكن يكون حد ظروف المباراه يا كابتن ان انت محتاج هو خايف او ممكن يكون خايف العب اللي جنبي بقى طالما الدنيا انت لو قلبت الطريقه يا كابتن لو لو ثبتت ديانج ولعبت مروان عطيه مع كان افضل, أفضل مع كده افضل لان انت مروان عطيه بيعرف يمسك كوره وهيوصلك لان انت كنت بتشوف كمان لعب فردي كوره في اي حته ايوه ماشي يا كابتن في اي حته انت الملعب في الملعب انا ما انت بقى فرقة انا هقول لك حسين الشحات تفتكر هو من وجهه نظرك انت شايف مروان كده امال الراجل مصمم عليه يا كابتن الا ما يكون في ميزه مهمه جدا بيستفيد منه الفريق بيها قول لي اللي انا بقول لك هو كام اسيست عشان جه هو الراجل اللي واجه. عنده وجهه نظر في اشراكه اكيد بيفيد الفريق وانا يعني احنا اللي مش عار... احنا بنشوف من بره لكن لا جوه احنا هو الملعب احسن من اي حد تمام المدرب بيبقى واقف على الخط مم. بيبقى مع الكوره انما احنا بنشوف كل الملعب مم. فبنقول المفروض يعملها كذا ما بتتفرجش على الماتشات مثلا كابتن بعد كده الراجل وشوف مين اللي بيخطئ وبيحق. ومين ده بيخلص ماتش النهارده هتيجي يلعب السوبر مجو. هيشوف ماتش ايه تاني مم. يعني هيشوف ماتش ايه ما كان صح على ايوه عشان تلعب الرجاء لازم كنت برضه تشوف الماتش اللي فات ايوه دي دي دي, اه. دي, دي بطوله خاصه دي اه ده ماتش تقيل ما انا لو ما شفتش ولعبت باللي انا لعبت بيه النهارده وطلعت بيه متعادل واخد بالك التعادل النهارده وصلك ولا ما وصلكش وصل بس خلاص انا مش مهم اكسب انا المهم دلوقتي ان انا اوصل للدور اللي بعد كده انا حققت الهدف في الماتش الاولاني بروح الماتش الثاني ده ان انا ما اخسرش دي رقم واحد رقم اتنين اتاحت ليا فرصه ان انا اجيب جون اهلا وسهلا ما جتش يبقى خلاص بس في حاجه بقى اسمها ايه شخصيه النادي الاهلي او الزمالك او منتخب مصر ان انا ما ابقاش مضغوط ال 90 دقيقه دي مم. ادوم الكوره وهم ادوهاني تاني ادوم الكوره وانا اقطعها يا فرحتي لا انا عايز بقى وانا مستحوذ على الكوره تبقى الكوره تطلع يعني النهارده النادي الاهلي دافع فقط